المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. هذا الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. الدعوة لا تكون إلا بعلم، الجاهل ما يصلح يدعو إلى الله لأنه لا يحسن الخطاب، لأنه لا يستطيع الإجابة على المشكلات التي تعترضه، لأنه لا يستطيع الفتوى لمن سأله، وإن كان فيه دين وفيه محبة للخير وفيه عبادة، لكن ما يصلح للدعوة. دعوة تحتاج إلى علم، على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما يستطيعها العامي والجاهل. أنا ومن اتبعني، فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخلفونه من بعد وفاته، ويقومون بدعوته ونشر دينه. نعم. وسبحان الله، تنزيه لله، وما أنا من المشركين، هذا فيه البراءة من الشرك وأهله. ما يكفي أن الإنسان يكون موحدا ويقول أنا ما علي من الناس، ولا أكفرهم ولا أبغضهم، ما علي منهم. نقول ما تعرف الدين أنت، لابد أنك إذا عرفت الحق فلا بد أن تدعو إليه، ولا بد أن تكفر من خالفه، تعلن ذلك، ولا بد أن تبغض أيضا، تبغض أعداء الله، لأن الله يبغضهم، وأنت تبغض من يبغضه الله، وتحب من يحبه الله. هذا هو الدين. وما أنا من المشركين، هذه براءة. نعم. الحين يقولون لا، الكراهية، أنتم تنشرون الكراهية، كره الآخر، إلى يريدون أن يطمسوا الولاء والبراء، وأن يجعلوا الناس سواء، الكافر والمؤمن، كلهم بنو آدم، كلهم بشر إلى آخره، إنسان، الإنسانية يسمونها. نعم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.